مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونقطة تحول. مشاهدينا الكرام، يقال أن لعلم علم النفس حلول جذرية ومبدعة في جميع المجالات، ولكن هذه الحلول ليست عاجلة في حين تطبيق هذه المبادئ والأسس في مراحل متأخرة من عمر الإنسان، ولكن إذا بدأ الأخذ في الحسبان تطبيق هذه المبادئ والأسس في البدايات الأولى مع النشأ الأول في بداية النشأ، يصبح حلولها عاجلة ومستعجلة لكل مشكلتنا اليومية، اجتماعية، اقتصادية أو حتى سياسية. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هذا ما سيجيبنا عليه ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور مختار أمين عبد الغني، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك معنا. وضيفنا الكريم دكتور محمد إبراهيم محمد، مدرس علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك معنا. هذا الرأي هل هو صحيح أم لا؟ طبعا هو انت حضرتك بداتي بال حطيت ايديكي على الحاجه المظبوطه قوي، في ان احنا كل ما كان فيه بدايه لتطبيق نظريات واسس علم النفس ومحددات علم النفس الرياضي مع النشأ، كل ما كان طبعا اتت ثماره في المستقبل، لان طبعا دي عمليات خاصه بالعلم النفس التطبيقي، خاص ب سلوك البيهيفير. طالما بنتكلم على سلوك، فكل ما قدرنا نعمل ضبط للسلوك ده في بدايه النشأ، كل ما كان طبعا قدرنا نقدر على المستوى البعيد ان احنا نضبط هذا السلوك ونوجهه كمان زي ما احنا عايزين. جميل. دكتور محمد، الحقيقه كان كلامي عن علم النفس بوجه عام، لكن هذه الحلقه تختص بتخصص تطبيقي هام جدا وهو علم النفس الرياضي. إذا أردنا أن نطلع مشاهدينا على بداية تطبيق هذا العلم في مجال الرياضي، ماذا يمكن أن نقول؟ علم النفس الرياضي من المجالات الأساسية في المجال الرياضي. علم التدريب الرياضي ما بيقفش فقط، التدريب الرياضي لا يقف فقط عن تطبيق المهارات والقدرات وتنمية هذا فقط، ولكن تنمية كاملة للاعب الرياضي. فلازم يكون هنا في جانب لعلم النفس الرياضي، تنميه المهارات النفسيه للاعب، تنميه الصفات والسمات الشخصيه للاعب، التدريب العقلي، بناء الشخصيه الرياضيه، وكيفيه مواجهه خبرات النجاح وخبرات الفشل، والقدره على مواصله التدريب، والقدره على الاستمرار بكفاءه بدفعيه انجاز عاليه جدا داخل التدريب. فذلك كله بيتحتم تواجد لعلم النفس الرياضي منذ بداية الرياضة، منذ بداية ممارسة الرياضة، من أول اختيار نوع الرياضة. هنا بحتاج هنا توجيه وإرشاد نفسي من مختص، وإحنا بنسميه الأخصائي النفسي الرياضي. بيكون مع اللاعب من بدايته اختيار اللعبة اللي تناسبه حسب إمكانياته، وده بيسهل لنا بعد كده الانتقاء اللاعب للعبة المناسبة ليه. ده بيسهل بعد كده الوصول للمستويات العالية. فيما بعد، بعد اختيار اللعبة، ان انا ابتدي ابني اللاعب، وابتدي اشوف الخصائص النفسية الخاصة باللعبة، وابتدي انميها عند اللاعب، وابتدي اخفف الضغوط النفسية اللي بيمر بيها اللاعب في الرياضة بتاعته، ثم الوصول للمستويات العالية وتشكيل اللاعب وبناء اهداف الخاصة به. بنوصل بعد كده حتى للسيلف توك، هو بيقول لنفسه ايه. برنامج كامل بيطبق اللاعب من بدايته حتى تكملة المشوار. جميل. دكتور مختار، يقال ان ممارسة الرياضة في حد ذاتها بتحدث نوع من الأريحية والطمأنينة والراحة النفسية، فما بالنا لو كان ممارس الرياضة ومن يساعد على ممارستها سواء كان مدرب أو موجه رياضي عنده دراية وباك جراوند كامل عن كيفية التعامل نفسيا وكيفية تدريب النفس نفسيا قبل تدريبها بدنيا. يتهيألي هو نقطة هامة جدا. طبعا.
انت النهارده الحقيقه بتقولي كل اللي بتحط ايدك دايما على نقط تلمستك الهامه في تلمستك يا دكتور مختار. احنا الموضوع. يعني من كتر ما بنتعامل مع اساتذه فضلاء ومتخصصين في المجالات العلميه المختلفه اكتسبنا الخبره من ضيوفنا الكرام ربنا قبل ما يخليك. يكون من العلم. فعلا هو احنا عندنا كانت مشكله كبيره جدا، هي احنا بنستخدم علم النفس الرياضي في ايه؟ بلا شك ان احنا ممارسه الرياضه ده نوع من انواع، في على فكره انواع كتيره لممارسه الرياضه، في ناس بتمارس الرياضه للترويح، في ناس بتمارس الرياضه لمجرد الممارسه طاقه زايده ودي بتبقى بطريقه غير منتظمه، في ناس بتمارس الرياضه علشان خاطر الرياضه اللي احنا بنسميها الرياضه التنافسيه. اي نوع من انواع ممارسه الرياضه لازم يتبعه تغير في الحاله النفسيه بتاعت الفرد، يعني اللي بيمارس الرياضه للترويح خلاص لازم هيحدث هذا التغير، بيمارس الرياضه لمجرد الممارسه طاقه زايده في سن معين بيمارس الرياضه علشان خاطر يقدر يعرف ينام، لان احنا الاطفال بتاعنا لو بتوعنا لو فعلا فضلنا فعلا كابتين كوسيلة لإخراج بالظبط الطاقة. نعم الطاقه بتاعتهم مش ممكن ابدا الطفل يفضل ينام، بل بالعكس قد يصاب ببعض الامراض. اما الرياضه التنافسيه دي هي بقى الحقيقه المشكله الكبيره اللي حصل فيها تطور كبير جدا هنتكلم عليه ان شاء الله، انا متاكد حضرتك هتسالينا فيه، يعني جميل. حصل فيه تطور شديد جدا جدا. ايه اللي بيضيفه علم النفس الرياضي على الرياضه التنافسيه، او ايه الاختلاف اللي حصل من اضافات باستخدام علم النفس الرياضي في الرياضات التنافسيه؟ فباكد طبعا مع حضرتك في تغير كتير في مستوى ارتياح كامل للفرد اللي بيمارس الرياضه نفسيا وبدنيا وذهنيا وعقليا وكل حاجه، ودي ليها مظاهر الحقيقه بتظهر في السلوك. لو عملنا مقارنه صغيره ما بين فرد بيمارس الرياضه وفرد لا يمارس الرياضه، هنعمل مقارنة خلينا في البرسوناليتي أو في الصفات الشخصية بس أو السمات نعم الشخصية بس، نعم هنلاقي في اختلاف كلي وجزئي، وأبحاث كتيرة جدا الحقيقة نعم توصلت إلى اختلاف بين ممارسي الرياضة واللي مش بيمارسوا الرياضة في الصفات الشخصية، كيفية التعامل، الاتزان الانفعالي، الثقة بالنفس، الطموح، كل المتغيرات النفسية المتعلقة بشخصية الفرد بيبقى فيه هناك تغير. جميل. دكتور محمد كلمنا عن أهمية الموضوع، لو كلمنا عن النظريات والمبادئ الأساسية اللي بيعتمد عليها في التوجيه في علم النفس الرياضي داخل كليات التربية الرياضية طبعا، إيه أهم النظريات اللي بيتم الاعتماد عليها والمبادئ الأساسية في مجال علم النفس، خاصة إنه علم شاسع وكبير وبيمتد، يعني ده تخصص تطبيقي جزئي من علم النفس؟ علم النفس الرياضي بيعتمد على جزئين اساسيين، هو الجزء النظري والجزء التطبيقي. فالجزء التطبيقي بيجي من العلم التنظير الاساسي لعلم النفس. فاحنا عندنا نظريات في الشخصيه، عندنا نظريات في الدافعيه، عندنا نظريات في السلوك، عندنا نظريات في كيفيه مواجهه خبرات الفشل، عندنا نظريات لسيكولوجيه الاصابه الرياضيه، لو اللاعب حصل له اصابه رياضيه طب يتصرف ازاي، كل دي نظريات بيتبني عليها الاسس والمبادئ اللي بنقدر ناخدها ونطبقها في علم النفس الرياضي التطبيقي، ودي اللي بياخدها الاخصائي النفس الرياضي، بيقدر يعتمد على النظريات بدايه من نظريات النمو. فلو جينا مثلا نظريات النمو، اللاعب هو عنده كام سنه، لو انا عرفت خصائص النمو الخاصه باللاعب المدرب هنا هيقدر يتعامل مع اللاعب، وده يعني لازم مش بس المدرب، حتى ولي الامر في البيت، جميع المدرس في المدرسه، جميع المهتمين بالرعايه النفسيه للفرد العادي او الرياضي يعرف هي ايه خصائص النمو. ان في بعض الاحيان ممكن حتى في المنزل الولد مش عاوز يخرج مع اهله، هم خارجين خروجه هو مش عاوز يخرج معاهم، طب هنا لو المربي الرياضي او الاب في البيت عارف ان الفتره دي هو بيندمج مع اصدقائه ما بيندمجش مع الاسره والبيت، فيبتدي يفهم طب انا ما اقدرش اقول له انت لازم تعمل كذا. فعندنا في نظريات علم النفس بتقول ان الفرد في مرحله معينه خصوصا لما يدخل مرحله اعداديه يبتدي يستقل بذاته ورايه، ده ثالثه اعدادي اولى ثانوي يبتدي يستقل برايه. يبقى انا لو فهمت نظريا ايه المرحله دي محتاجه ايه متطلبات المرحله، هقدر بناء عليها ان انا اقدر اتعامل مع الولد ده واقدر اخليه ينفذ اللي انا عاوزه
بس عن طريق اختيار البدائل، يعني امشيها ديمقراطيه، يبقى يعني انا في الاخر برضه هو عمل اللي انا عاوزه، بس انا خليته هو اختار من بين بدائل. كويس، فهنا التنظير اساسي علشان اقدر اوصل لمبادئ واسس علميه للتطبيق. ده برضه بنشوفه في المجال الرياضي في مثلا التوجيه والارشاد النفسي. احنا هنا ما بنقدرش نقول في التوجيه والارشاد النفسي انت عندك مشكله، اقدر اقول له حل المشكله كذا، ولكن انا ببصره بقدراته وامكانياته واستعداداته على ايجاد الحلول، واقول له حلوله ممكن ان تبقى في حلول كذا وكذا وكذا، وهو بنفسه اللي يقدر يختار الحل. هو قادر، اكتر انسان قادر لحل مشكلته هو الفرد نفسه، ولكن احنا وظيفتنا كاخصائي نفس رياضي ان انا اقدر احسسه وابصره بقدراته وامكانياته واستعداداته، ومن هنا اقدر يختار الرياضه الخاصه بيه المناسبه، يختار الاختيار ما بين البدائل. مثلا لو هو عنده صراع نفسي، انا مثلا عندي اصابه وعندي سفريه، طب لا انا هسافر علشان متعه السفر ومش هقول للمدرب ان انا عندي اصابه. بتبقى في صراعات نفسيه بيمر بيها اللاعب فترات كبيره جدا جدا، محتاجه تدخل جامد جدا من الاخصائي النفسي الرياضي. فهنا بنعتمد على التنظير ودراسه الحاله والفروق الفرديه بين كل لاعب ولاعب. ابتدي اعمل دراسه حاله لكل لاعب واشوف المتغيرات النفسيه الخاصه باللاعب دي، ابتدي اوجهها حسب امكانياته وقدراته واحتياجات اللعبه. الحقيقه دكتور محمد حضرتك ليك كتابات في هذا المجال، علم نفس النمو، الحقيقه كان لينا اطلاع عليها، يعني جزاك الله عنا وعن جميع قارئي هذه الرسائل والكتب كل خير. دكتور مختار، ماذا عن غير نظريات النمو من نظريات علم النفس اللي بيتم التأكيد عليها في مرحلة كلية التربية الرياضية؟ الحقيقة استكمالا كمان لكلام الدكتور محمد، احنا بنستخدم النظريات العامة لعلم النفس العام، لان طبعا علم النفس ده علم قديم جدا وعلم ليه أسس وليه نظرياته وليه علماءه، احنا بس بنختص هو ايه الفرق ما بين علم النفس العام وعلم النفس الرياضي. علم النفس العام دراسة سلوك الانسان، اما علم النفس الرياضي دراسة سلوك الانسان في المجال الرياضي. يعني كل من يمارس او يقرب ناحية المجال الرياضي احنا بنطبق عليه نظريات علم النفس العام. فجميع نظريات علم النفس العام بنستخدمها، ولكن بنوظفها الى السلوك في المجال الرياضي. يعني احنا دلوقتي مثلا لما اجي اقول سيكولوجية المدرب، دي بنستنبط هذا العلم من النظريات الخاصة بالقيادة. نظريات القيادة في علم النفس معروفة، بس المدرب كقائد برضه ليه مجموعة من النظريات. لما نيجي نقول مثلا شخصية اللاعب، فاحنا عندنا نظريات الشخصية بكل، وعندنا طبعا الكتابات وما توصل إليه فرويد ويعني مجموعة كبيرة من العلماء توصلوا إلى نظريات عامة احنا بنطبقها وبنوظفها على المجال الرياضي. في خصوصية للممارس الرياضة المصري، مش عايز أقول اللاعب، يعني احنا بنتكلم عن سمات عامة وصفات عامة موجودة عند الكل وبتطبق من خلال علم النفس، ولكن هل لمصر خصوصية في هذا المجال سواء في التنظير او التطبيق؟ هو الحقيقة يعني احنا زي اي مجتمع لازم يبقى لنا خصوصية، والخصوصية بتاعتنا بتأتي في المجال الرياضي من اختيار نوعية الرياضة اللي بتمارس. يعني احنا لو قلنا على سبيل المثال في بعض المحافظات والمجتمعات عندنا ساحلية، وبالتالي الممارسة الرياضية اللي هتكون فيها جميع الرياضات الساحلية، الحاجات دي بتبقى يعني الحاجة التانية الخصوصية المرتبطة بالطقس العام في المجتمع المصري. يعني احنا ما عندناش رياضات خاصة بالجليد مثلا، ليه؟ لان احنا ما عندناش جليد، فلازم يبقى لنا خصوصية. اي مجتمع في الدنيا واحنا من ضمن هذه المجتمعات ليه خصوصية في اختيار نوع الرياضة، في طبيعة ممارسة الرياضة. حاجة تانية مهمة جدا وحضرتك دي يمكن كل السادة المشاهدين هيلاحظوها، احنا بنتفوق في رياضات معينة. يعني قلنا الهوكي، احنا ليه دايما بناخد بطولة العالم في الهوكي؟ عندنا الشرقية دي مجتمع او احد المجتمعات داخل جمهورية مصر العربية والفريق الاول والوحيد تقريبا بالظبط. فدي الخصوصية دي بيفرضها المجتمع سواء بطبيعة التفكير بتاعه، بالظروف الجوية او احنا بنقول
اسمح لي كمان يا دكتور مختار بدرجة الاهتمام، طبعا لأن طبعا. احنا يتهيألي الشخصية المصرية قابلة لممارسة جميع أنواع الرياضات وتتفوق فيها، وأرجو أن يعني يكون ادعائي صحيح وأنا واثقة أنه صحيح، ولكن الاهتمام بلعبة على أخرى بالضبط، والتركيز الإعلامي على لعبة عن بالضبط. أخرى يتهيألي ده بيلعب دور كبير كبير جدا في جدا. إفشال المصريين، اسمح لي يا دكتور مختار. انا الحقيقه ليا تجربه رياضيا تطبيقيه، ترى بنتكلم بقى على التطبيق والنظريات، لينا حاجه تطبيقيه في المجال الرياضي. لما جينا في فتره من الفترات ابتدينا نلفت النظر شويه عن رياضه كره القدم ونركز على الالعاب الجماعيه الاخرى زي كره اليد، زي كره الطايره، زي كره السله. الكلام ده كان في التسعينات تقريبا، يعني بدايه من ال 92 ال 93. لو تلاحظي حضرتك ان في الفتره دي لغايه الالفينات، بدايه الالفينات، بدأنا نتفوق جدا في كرة اليد، بقى عندنا ناخد بطولة العالم في كرة اليد. فده بيؤكد كلام حضرتك ان الاهتمام ده مهم جدا، الاهتمام. وبعدين عايزين نقول ايه اوجه الاهتمام بقى؟ مش الاهتمام الاعلامي فقط، لا ده اهتمام الدولة، اهتمام الاشخاص، توفير اهتمام الامكانات، المجتمع، الثقافة الرياضية. ودي اللي عايز اقف عندها بعد اذن حضرتك، اتفضل يا دكتور مختار. عندها للحظات صغيرة، لان دي مرتبطة اساسا بعلم النفس. الثقافة الرياضية دي بتنتج من ايه؟ بتنتج من القناعة ان الرياضة دي لازم هيبقى لها او هتحقق اهداف للمجتمع. فانا لما يكون عندي ثقافة ان انا اعلم ابني السباحة، ده اللي لاحظناه، وده يمكن اللي هنقول عليه في نقطة التحول. السباحة دلوقتي بقى كم كبير جدا جدا، كنت بدرب سباحة في الثمانينات في نادي من الاندية الكبيرة جدا في مصر، كنا بنتحايل على ولي الامر عشان يجي نخلي يجيب ابنه في سن معين اللي هي بداية السن المبكر، سنتين وثلاث سنين، علشان نعلمه سباحة. دلوقتي بقى الموضوع معكوس، فدي ثقافة، ثقافة اختلفت هنا. بقى فيها حاجة اسمها البرايفت، كل مصر دلوقتي بتحاول تخلي ولادها يتعلموا سباحة. في تغير حصل في الثقافة. طب التغير ده حصل من ايه؟ حصل من معرفة المجتمع ككل بثقافة الرياضة. لازم يبقى فيه يعني، حتى بقينا نضغط على الجانب الديني، ده حاجة من يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب، فبقت السباحة رقم واحد فعلا في ثقافة المجتمع. دلوقتي عندنا السباحة رقم واحد، وده بإحصائيات. الحاجة التانية برضو المهمة، العائد أو الناتج بتاع الرياضة بدأ يظهر دلوقتي. خلينا برضو ما نسبقش الأحداث ونتكلم إيه التغيرات اللي حصلت ونقط التحول الكتيرة اللي حصلت في هذا الموضوع. اسمح لي دكتور مختار ودكتور محمد أذكركم برضو أن لعبة التنس من الألعاب أبعد ما تكون عن المجتمع المصري، والله يرحمه دكتور عادل شريف بالزبط. في بدايات التسعينات. أيوة. أنا أذكرها لأن أنا كنت متابعة أيوة. جيدة جدا ليها. مين فينا ما كانش يعرف الأسماء العالمية في مجال التنس؟ أيوة. والأسماء المصرية اللي اختفت دلوقتي للأسف، أنا عارفة أنها موجودة ولكن إعلاميا لا يتم التغطية الإعلامية الكاملة عنها، فده يتهيألي يعني نوع من أنواع بالزبط. الثقافة الرياضية والتأكيد. اللي ابتدينا نفتقدها. و ينسحب البساط من تحت، حتى كرة القدم انسحب من تحت أرجلها بساط الإعلامي والثقافي وحتى المباشر ما بين الأفراد، حتى في المجتمع الممارسة العادية اليومية اللي كان بيعملها الأطفال في الشارع ما بقتش موجود. أنا بس هضيف على حضرتك في موضوع التنس ده، في عندنا بعض الرياضات بيحصل نوع من الإحلال والتبديل فيها. يعني احنا كنا فعلا في فترة زي ما قلت حضرتك بنهتم جدا بالتنس الارضي، حصل احلال وتبديل بعدها في الاسكواش. عندنا رياضة الاسكواش دلوقتي من الرياضات اللي يعني انا حتى بقيت استغرب ان الناس في البيوت لما بيبقى في بطولة من بعد حدث معين حصل في مصر، اللي هي بطولة العالم الاسكواش اللي كانت في الغردقة وبعد كده في شرم. والحقيقة احنا دي بتغير ثقافات كتيره جدا في المجتمع. بقت في ناس تسالنا دلوقتي، يعني انا ساعات ادخل البيت وكانت حاجه غريبه جدا ان الاقي بنت صغيره كانت ساعتها في المرحله الاعداديه قاعده بتتفرج على بطوله عالم الاسكواش في الفتره دي، في الفتره اللي كنا احنا مهتمين. فهي مساله الاحلال والتبديل دي بيبقى لها عوامل كتيره جدا، اولها عوامل نفسيه. يعني ايه عوامل نفسيه؟ مدى تقبل المجتمع لنوعيه رياضه معينه وبيتمشى مع ظروف معينه بتخلينا نمسك في الرياضه دي. الحقيقه في تطور كتير جدا في هذا الموضوع، وفي الغالب كله اتيتيودز، يعني اتجاهات.
اتجاهات مرتبطة بحاجات كتير قوي. لو ربطنا كل الأمور دي ببعض، احنا الحمد لله في طفرة كويسة قوي دلوقتي في مصر، يمكن مش هنقدر النواتج بتاعتها تبقى ظاهرة قوي دلوقتي، انما لا على المستوى هقول القريب جدا على يا فكرة رب يا دكتور هيحصل دكتور في طفرة كبيرة يا رب جدا في يا رب ممارسة الرياضة في مصر، وفي نتائج كمان الرياضة وحاجات احنا ما كناش ابدا نفكر ان احنا ممكن نوصل فيها، زي ما يا وصلنا رب في الهوكي، وصلنا في الاسكواش، بقى في الحقيقة سباحة بوادر كده عندنا، يعني كم حالة كده عشان احنا في المجال ومتابعين الموضوع. دكتور محمد، في مقدمة الحلقة أنا قلت إن كل ما بنبدأ في تطبيق مبادئ وأسس ونظريات علم النفس حتى بالصورة التلقائية العادية لأي أم في البدايات الأولى في تربية النشء بيبقى ليها ناتج سريع في حلول كتيرة جدا هنتكلم عنها اسمحوا لي في آخر الحلقة. من ضمن أهدافي تهيألي علم النفس الرياضي النشء، المعلم اللي هيخرج يوجه النشء رياضيا سواء في مدارس، أندية، مناطق، منظمات مجتمعية ساحات مختلفة، شعبية أندية. ساحات شعبية، يتهيألي الهدف ده هام جدا. ولكن يعني العدد قليل مش كبير، وقدر الناتج تقييم حضراتكم للعملية دي ايه؟ هو احنا شايفين بالنسبة لتربية النشأ وفي ظل المتغيرات المعاصرة والتوجهات التطبيقية لإعداد النشأ والمواطن الصالح، لأن المفروض إن ده بيبدأ من منظومة كاملة من بداية دور الحضانة، مدرسة وممارسات النشاط، وزي ما قال مثلا دكتور مختار الثقافة الرياضية. احنا بنلاقي مثلا في بعض المدارس لو جينا نلاقي المدرس التربية الرياضية المختص بيقول مثلا يا الأولاد هتلعبوا كرة قدم ولا هتلعبوا مثلا ملاكمة ولا هتلعبوا يد، اللي عاوز يلعب كذا يجي كذا، واللي عاوز يجي كذا، تلاقي كل الناس كلهم رايحين كرة قدم. ليه؟ لأن هي اللعبة الشعبية. ولكن بنلاقي في بعض المدارس اللي هي متخصصة شوية تلاقي فيها بنلاقيها في اللغات، وفي بعض المدارس اللي فيها إمكانيات بنلاقي إن الطالب لازم يمارس كل أنواع الأنشطة الرياضية، بيبقى فيها ساعتين مثلا أكتيفيتي، بيروح مثلا يمارس هنا قدم، بيمارس هنا سلة، بيمارس هنا يد، بيمارس هنا عنده سباحة، لو في حمام مبادئ سباحة. معرفية خاصة بكل لعبة. فبيتعلم كل المهارات ده، بيكسبه كمان مهارات حركية كتير جدا جدا في اتجاهات مختلفة، وبيحبله له ساعتين فيفورت، انا هنا بفضل انهي الرياضه، فاقدر ان الطالب بعد ما مارس كل انواع الانشطه الرياضيه اقدر اختار نشاط رياضي معين. ده بيفرق معاه جامد جدا. ولي الامر يبتدي يوديه النادي، يبتدي يشوف هنا ويشوف هنا ويشوف هنا، يشوف جميع انواع الانشطه الرياضيه، بيبتدي يختار بناء على امكانيات اللاعب، احتياجاته النفسيه، رغبته واتجاهاته زي ما الدكتور مختار. وفعلا هنا برضو نلاقي ان فتره من الفترات كانت في تغطيه اعلاميه مثلا رياضه السباحه، ورانيا علواني كانت وصلت عالميا، فالناس كلها لاحظنا ان في اهتمام جامد جدا بالسباحه. وبعد ما حصلت بطوله العالم في سكواش وكان في براده وكده، لقينا الناس كتير قوي تمارس سكواش، وكان كسب معاها فتره كرم جابر، لان الناس بقت تمارس بسرعه. فلقينا هنا في توجهات كتيره جدا جدا، وبدانا مثلا في فريق الهوكي، بدانا في فريق الباسكت. ولكن احنا في مصر عشان التغطيه كامله عن كره القدم، فمعظم الناس كلها بتحب كره القدم ولسهوله ممارستها، ولكن في رياضات برضو بتمارس على نطاق واسع جدا جدا، في من اول الساحات الشعبيه لحد الانديه الكبيره، زي مثلا رياضات كمال الاجسام ورفع الاثقال، ودي من الرياضات المحببه، ولكن بيبقى فيها توجه للمهتمين بالنشاط الرياضي والمهتمين بعلم النفس الرياضي بتقنين هذه الرياضات، هل هي دي مناسبه للاولاد في السن مثلا معين، الاحمال اللي بيبتدي ياخدوها مثلا، السبلمنت او التغذيه او الادويه اللي هو مثلا بيبتدي هياخدوها مثلا في سن معين، الجرعات والكميات، كل ده محتاج نقاط تحول كتير جدا جدا وتحديات كتير جدا جدا. لازم يكون في تواجد وفي معرفه كامله لاخصائي النفس الرياضي مع الفرق الرياضيه المختلفه، وبدايه التعليم في مدارس الالعاب المختلفه، ولازم يكون هنا في ثقافه فعلا رياضيه ان هو يبتدي يمارس انواع النشاط الرياضي من بدايه الحضانه، من دور الحضانه. وكل لعبه بتختلف عن الثانيه، زي مثلا لعبه الجمباز تحتاج مثلا 4 سنين عشان ابتدي امارسها، لعبه زي التاديف ممكن بدايتها ممكن 12 سنه
13 سنة، فبتختلف من كل رياضة للرياضة، ولا فده لازم يكون في معرفة كاملة، وده دور برضو البرامج الرياضية اللي بتدي توعي، بتدي تدعم مع البناء المعرفي عند أولياء الأمور، وده هيبتدي يثمر فيما بعد. جميل. دكتور مختار، عندي دايما يعني رأي شخصي كده ان كليات التربية الرياضية بتنجح في الخروج من مظلة مكتب التنسيق، وان معظم ملتحقين بهذه الكليات من محبي الكلية ومن ممارسي الرياضة، مش حكاية مجموع بس. انا رأيي ده صح ولا لا؟ والله انت اولا انا هتكلم كمان في هذا الموضوع بما اني وكيل كلية لشؤون تعليم الطلاب. نعم. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في طالب كلية التربية الرياضية، طريقة انتقاء. احنا فعلا لينا قدرات وبننتقي الطلاب بتوعنا بمقاييس معينة ودرجات تفوق رياضي، وتفوق رياضي ده بيدخل بدون قيد، بس النسبة كام بقى حضرتك؟ نسبة المتفوقين الرياضيين اللي بيلتحقوا بالكلية عندنا لا تتعدى في كل كليات التربية الرياضية ال 12 كلية على مستوى الجمهورية 2%. وده يأكد حاجة تانية، ان مفيش ممارسة رياضة في المدارس، بالزبط. مفيش فرق رياضية ومفيش منافسات محلية. بالظبط، دي مشكلة كبيرة جدا. يا ريت فعلا نبقى احنا، يمكن احنا وبعض الكليات اللي هي اللي بنسميها الكليات العملية اللي بتعتمد على القدرات الخاصة لطلابها، يا ريت احنا نلغي قصة المجموع دي خالص، نرتبط بالقدرات البدنية والقدرات الاحترافية بتاعت الطالب اللي ايه هيدخل لي. الطلبة عندنا احنا طبعا مرتبطين برضو بالتنسيق فيما عدا المتفوقين الرياضيين اللي حضرتك قلت عليهم، هذه الشريحة اللي انا قلت عليها 2%، انما انا عندي 98% من الطلاب بيدخلوا مجموع. كان زمان المجموع بتاع كلية التربية الرياضية علشان الإقبال عليها قليل جدا، فكان مجموعها بنقول اللي بيجيب 50% 52%، دلوقتي خلاص الكلام ده مبقاش موجود. احنا عندنا في الكلية مثلا بناخد 73 و75% في الشعب الأدبية. دي بتعمل لي مشكلة في الكلية. اللي مش داخل الكلية عن قناعة شخصية ان هذا المجال في عنده يعني سوشيال ديزايربيلتي او مرغوبية للالتحاق به، بيجي بيبقى بيروح ناحيتين. الناحية الأولى ان هو بيكمل الدراسة في الكلية على أساس ان ده بكالوريوس زيه زي أي كلية، وبتنتهي علاقته بمجال التربية الرياضية بمجرد تخرجه. وده على فكرة بحث أنا شخصيا شاركت فيه لسه يعني ما طلعش الأول للنور، إن 45% من خريجي كليات التربية الرياضية مش شغالوش في مجال التربية الرياضية، شغالوا مندوبين مبيعات بيشتغلوا وشطار قوي على فكره، لان احنا مواد الاداره برضو اللي بنديها في الكليه بتساعدهم كتير، بيشتغلوا في مجالات مختلفه في الحياه. للاسف كشأن جميع التخصصات في جامعاتنا. بالظبط. بس احنا هنختلف عن اي تخصص تاني، لان انا بديله دراسه تخصصيه، باهله تاهيل علمي تطبيقي يتناسب معه، وده اللي عايز برضو اتكلم يعني فيه مع حضرتك. يعني اهدار مال وجهد ووقت. الجزء الاخر اللي هو بيمثل 55% من خريجي كلية التربية الرياضية، في حوالي 2 أو 3% بيكملوا في مجال الأكاديمي، اللي بيتعينوا معيدين، اللي بيكملوا دراسات عليا، الباقي كله بيبقى دي الشريحة اللي احنا بنستعين بيها في المدارس، اللي هو الشعب اللي بتتخصص في شعب التدريس في الكلية، فبيطلع مدرس تربية رياضية مجموعة منهم في مجال التدريب، ودي بتبقى مجموعة قليلة قوي قوي، رغم ان نقطة التحول في هذا الموضوع ان كان الاول من سنوات قليلة جدا كل الممارسين لتدريب الرياضات على مستوى جمهورية مصر العربية غير متخصصين، مش متخصصين خالص، وده واضح عندنا في نقابة المهن الرياضية اللي بنتمي اليها كل المدربين، ان هتلاقي حضرتك نسبه لا تتعدى ال 5 أو 6% متخصصين، والباقي كله بتاع تجاره وبتاع اداب وبتاع، لان ده مارس اللعبه وبعد كده خد دور التدريب، وبعد دور التدريب ابتدى يمارس المهنه كمهنه مدرب. انما في السنوات الاخيره بدا، ودي الحقيقه انا هقول بقى دي العلامه المضيئه لكليات التربيه الرياضيه، ان هم بداوا يخلوا الخريجين بتوعهم يعملوا احلال وتبديل في هذا المجال. يتبقى عندنا فئة صغيرة خالص اللي هم بيقوموا على الإدارة الرياضية في جمهورية مصر العربية، والمقصود بالإدارة الرياضية هي إدارة المجالات الرياضية كلها، متمثلة في إدارة مراكز الشباب، نمسك من القاعدة تحت، إدارة الألعاب الرياضية في الأندية،
اداره الانديه الرياضيه المستوى الاعلى اللي هو زي مثلا وزاره الرياضه ووزاره الشباب. الحقيقه دي فيها بقى كم كبير جدا من المتخصصين في المجال الرياضي. اللي انا عايز اقوله احنا لينا دور ككليه تربيه رياضيه، دور بنحاول كل فتره طبعا بيتحسن كتير جدا لان مستوى حتى علماء المجال ده بدا يختلف تماما. لو قلنا السبعينات الثمانينات كل ده كانت بدايات، من اول التسعينات بدا يبقى فيه تخصص دقيق. يعني الناس فاكره التربيه الرياضيه مثلا دي دول بتوع الرياضه والالعاب ودول بيدرسوا يقعدوا يلعبوا كوره، لا ده احنا عندنا دلوقتي بعض الاقسام العلميه التي تضاهي اي اقسام علميه في كليات اخرى. عندنا مثلا قسم علوم الصحه ده بيتم تدريس فيه كل ما يخص علوم الصحه، التشريح فيسيولوجي يعني كل العلوم دي بتدرس عندنا في الكليه. عندنا مثلا قسم البيوميكانيك او قسم علوم الحركه، ده قسم كبير جدا وبدا يبقى له علماؤه ويبقى له متخصصينه علشان ده مرتبط ارتباط اساسي. قسم اللي احنا فيه واللي احنا الحقيقه بدانا نشوف فيه طفره كبيره جدا قسم علم النفس. كنا الاول بنجيب الناس بتوع تربيه واداب يدرسوا للطلبه علم نفس عام، دلوقتي بقى فيه متخصصين وعلماء ويعني على مستوى العالم كمان. يعني عندنا الدكتور علاوي من العلماء جمعيه علم النفس الدوليه، عضو في جمعيه علم النفس الدوليه، هو من انشا علم النفس الرياضي في الشرق الاوسط كله والدول العربيه كلها. يعني الحقيقه في تطور شديد جدا جدا، ده بقى بيأثر على المنتج اللي حضرتك بتقولي عليه، المنتج بتاعنا بنحاول نقلل الفجوه ال 45% اللي بتسربوا من بعد الكليه كخريجين في حرف اخرى، وفي نفس الوقت نعمل الاحلال والتبديل اللي انا قلت لحضرتك عليه في المدربين والاداره الرياضيه. فالحقيقه في تطور شديد جدا في هذا الموضوع، وده كله هيساعد على الارتفاع بمستوى ممارسه الرياضه على اي مجال من المجالات. يا رب دايما يا دكتور مختار. كلمنا في العام وفي النظري وفي المبادئ الاساسيه، يا ريت نخرج شويه للتطبيق العملي لمجتمعنا المصري. علم النفس الرياضي لو حاولنا نطبقه على ممارسي الرياضة في مصر ومشجعي الرياضة في مصر، حضركم متخصصين في علم النفس، لو حبينا نعمل نقيم المجتمع المصري من هذه النقطة ممكن نقول هنا في احتياج شديد جدا للمجتمع المصري لتطبيقات علم النفس الرياضي. يعني مثلا لو بصينا للجزئيه بتاعت الجماهير والمشاهدين والتعصب وشغب الملاعب والعدوان اللي بيحصل والانتهاكات اللي بتحصل في المشكله دكتور محمد ان التعصب ده بقى ليه مشجعينه على في كافه المستويات الثقافيه، والناس اللي راضيين عنه وان ده حقهم وان ده شيء طبيعي، ده شباب وبيخرج طاقته، يا ريت في ممارسة لا ده في تعصب زي ما حضرتك تفضلت وقلت. وتصلب هنا بالرأي أيا كان الرأي الآخر وعدم قبول الحوار وعدم قبول الرأي الآخر، فده بدأ يكون ثقافة فبتطلع من المجال الرياضي للمجالات العامة ومجالات سياسية، فده مؤثر جدا جدا في عندنا في المجال الرياضي. فهنا لو في توجه للجماهير رياضيا فهنا في احتياج جامد جدا لمجال علم النفس الرياضي. اللاعب في مجال الأنشطة المختلفة بنحتاج هنا هون تدريب على بعض المهارات النفسية، وده بقى الفترة الأخيرة بقى في نقطة تحول لتغير السمات النفسية للاعب الرياضي للوصول للمستوى العالي. مش بقى أي واحد دلوقتي عنده مهارة عنده موهبة يقدر يوصل عالميا، ده بقى الموضوع وده اللي علم جدا وشاهدناه في كثير من النماذج اللي تم تصديرها ورجوعها خائبه خاليه الوفاض زي ما بيقولوا. الموضوع علم جدا جدا. فانا هقول مثلا مثال صغير وهنعرف منه مدى اهميه وجود علم النفس الرياضي وممكن يقدر يعمل مثلا ايه. فلو تخيلنا كده مع الشاهد المشاهدين ان مثلا لو في لاعب كره قدم بيلعب في نهائي بطوله عالميه وبيلعب خلاص ضربات جزاء على الاول والثاني، فالكره اللي هو هيشوطها دي هي يا اما هتطلع فريقه يا اما اول يا اما فريقه ثاني. فتوجه المشاهدين كلهم لو طلع اول، احنا كنا بنشوف الكلام ده في مصر في مثلا بطوله افريقيا، لو احنا كسبنا وطلعنا اول الناس كلها نزلت الشوارع بقت فرحانه جدا جدا، ولو طلعنا ثاني مع ان الثاني مش وحش ولكن بيبقى الناس كلها قاعده وزعلانه وخناقات وكده.
طب لو حطينا نفسنا مكان اللاعب ده اللي هيشوط الكرة دي، الكرة دي يا إما هتطلع أول يا إما تاني، هل يا ترى نفسيا هيقدر يشوط الكرة؟ صعبة شوية، ضغط نفسي كبير، ضغط نفسي كبير من الجمهور، من الإعلام، من المكاسب المادية، من المدرب، من زمايله، لكل اللي حواليه. فهنا الضغوط النفسية دي قد تؤثر على كفاءة اللاعب، وقد تؤثر على زيادة النغمة العضلية في جسمه، فمش قادر يضرب الكرة بطريقة سليمة. فلو احنا عملنا مثلا في عندنا في علم ده النفس كمان نقدر نقول ان هو غير معد نفسيا لمواجهة الموقف ده، وده عيب رابع او خامس. نعم، ولكن احنا عندنا في علم النفس الرياضي بيتم الرعاية النفسية للاعب في المواقف الضغطة. مثلا بيعمل مثلا ايه، بنعمل له مثلا ثلاث حاجات. اول حاجة هي الاسترخاء. لو الولد واقف طبعا حصل له تنشن عالي جدا جدا وتوتر عالي جدا جدا في جميع عضلاته نتيجة الموقف الضاغط الرهيب اللي هو فيه، فلو هو عمل خد شهيق عميق، زفير بطيء، عشان اقدر حتى الانسان في الطبيعه اقدر اخد قرار سليم، فابتدي اهدى. تاني حاجه بعملها هي تركيز الانتباه. تركيز الانتباه وهي حاجتين احنا بنعملهم، البعد عن مشتتات الانتباه. مشتتات الانتباه اللي هي ايه؟ الجمهور، المدرب، الحكام، زمايله، الضغوط الماديه، مهمه صعبه جدا. فالبعد عن مشتتات الانتباه ثم تضييق بؤرة الانتباه. انا مش شايف غير الثلاث خشبات، فانا كده عملت ايه؟ استرخاء. انا ما فيش توتر. حارس المرمى ده موضوع تاني بقى، ده ضغط جامد. نعم. كويس. فانا مش شايف دلوقتي غير الثلاث خشبات، فانا عملت تضييق لبؤرة الانتباه، مش شايف جمهور، مش شايف. ثالث حاجه بعملها هي التصور العقلي. انا بتصور ان انا جوه تمرين. لو انا هشوط الكره دي وانا جوه التمرين، نسبه نجاحي لو انا عملت الثلاث حاجات دول قد ايه؟ حد ضغط الموقف عليه، ونسبة نجاحي في تصويبها لو انا كنت في المقام الاول. فطبعا هنا وجود علم النفس الرياضي اثر هنا جامد جدا. اثر لو في بعض اللاعبين لو في فرق سكور عالي جدا ما بيني وبين الفرقه الثانيه، الضغط ده هيبقى عامل نفسي سيء ازاي. لو الجمهور، انا بلعب في ملعب الخصم والجمهور عمال يحمس الفريق المنافس ليا، انا نفسيتي هتبقى عامله ازاي؟ لو مفيش جمهور خالص نفسيتي هيبقى شكلها ايه؟ وده الحادث دلوقتي للاسف. دكتور مختار، راي حضرتك في نفس النقطه، واسمح لي يعني برضو هنوسع الدايره شويه بس بعد رد حضرتك. هو الحقيقه طبعا في حاجه اسمها اعداد نفسي دلوقتي، ده المجال التطبيقي بتاعنا علم النفس الرياضي. نعم. الاعداد النفسي ده بيشمل مجموعه كبيره من البرامج النفسيه، المفروض ان هو بعود اللاعب عليها، مش اللاعب بس، ده اللاعب، المدرب، الاداري، الجمهور. ده احنا كمان دلوقتي وصلنا الى ان احنا نقدر نعمل تعبئه نفسيه ايجابيه للجمهور. والاعلام الحقيقه حضراتكم بتشاركوا، احنا مستعدين لكل الدورات الحقيقه. مستعدين لان كله لصالح جمهورنا ولاعبينا في كل المجالات. على فكره ده بيحصل في العالم كله. نعم. التعبئه النفسيه دي بتختلف، يعني لو لاحظت حضرتك قبل ماتش السودان اللي حصلت فيه الكارثه بتاعت مصر، كانت التعبئه النفسيه للجمهور كانت ايه؟ كانت سلبيه جدا. نعم. كانت رايحه الاتجاه السلبي. على في حين ان احنا لو عملنا كان تعبئه التعبئه الايجابيه كان بيبقى في يعني عدد كبير جدا من الناس ضدها ومعتبرينها ضعف ومعتبرينها خيانه. فعلا احنا كلنا لمسنا ده بيننا وبين بعض كزملاء اعلاميين. بالزبط. بردود الافعال اللي بيقوم بيها بعض الاعلاميين ايجابا كانت بيتم مهاجمتها من نفس زملائهم. بالزبط. فما بال حضرتك من الجمهور. ما هو برضه نرجع ونقول ان اللي بيعمل التعبئه السلبيه دي غير متخصص، غير اكاديمي. يا جماعه احنا عايزين كل واحد، بالظبط، كل واحد يشتغل في تخصصه. بقى في علم اسمه علم نفس الرياضي، بقى في علم اسمه علم التدريب، بقى في يعني لو كل واحد فينا فعلا عمل ما يخصه في هذا العلم مش هتحصل الكوارث اللي بتحصل عندنا في مصر. نرجع تاني لعمليه الاعداد النفسي بقى، لان دي مهمه جدا. العمليه الرياضيه مثلث، في لاعب، في مدرب، في جمهور. ادي الثلاث فئات اللي انا اقدر اعملهم اعداد نفسي. اهمهم من وجهه نظري انا كراجل اكاديمي اللاعب، لان انا لو لاحظنا في بعض السلوكيات بتاعه اللاعبين هو اللي بيقدر يسيطر على الموقف. وردود افعال الجمهور. بالظبط. في لاعب يستثير الجمهور، في
في لاعب يخفض من استثارة الجمهور ويحوله من سلبي لإيجابي. بنشوف كتير جدا من اللاعبين وخاصة في رياضة كرة القدم إن اللاعب بيجري على الجمهور لما بيسمع ألفاظ خارجة ويعمل لهم كده، ده نوع من تخفيض الاستثارة بتاعت اللاعب. في لاعب بيجري على الجمهور يستثيرهم بالسلب لما يحصل موقف يشتم، حتى بنعلم اللاعب في الإعداد النفسي الرياكشن بتاع البادي لانجوج، يعني الرد الفعل لغة الجسد لازم يتعلمها اللاعب، لأن أنا ممكن حتى بيؤثر على قرار الحكم البادي لانجوج بتاع اللاعب. في لاعب يبقى عارف إن هو مخطئ، أولا مفيش لاعب بيعمل خطأ قانوني داخل الملعب في أي رياضة ما يبقاش عارف إنه مخطئ، انما العمليات الدفاعيه بقى علم النفس بتاعنا الادعاءات الكاذبه اللي يعني عندنا حرفيين ومهنيين في ممارستها الحقيقه. على فكره ده طبيعي، ده نفسيا ما طبيعي، ما بنشوفهاش في الملاعب الاوروبيه. دكتور مختار، احنا امبارح او اول امبارح كان في ماتش اعتزال لاعب ريال مدريد، ايوه وكان فريق السد القطري وفريق ريال بالزبط. مدريد قمه الرقي من الجمهور، من المدربين، من اللاعبين، رغم انها كانت خساره يعني الحقيقه جميله جدا. هي ممارسه وعدد يعني اهداف طبعًا كبيره طبعًا طبعًا، لكن كان سكور عالي منتهى الرقي في التعامل. ما هو عشان متعه، اصل الناس دي ثقافتها كم الجمهور اللي كان موجود، ثقافه الناس دي ايه؟ انها بتمارس الرياضه وتشاهد الرياضه، تمارس الرياضه، تلعب رياضه، تسوق رياضه، متعه مش تعصب. والعائد النهائي يبقى متعه، وده المفروض اللي يبقى هدف الرياضه الاساسي في اي مجتمع اتخلق، افراغ الطاقه بالزبط. والاستمتاع، ومفيش ما مشكله ان ده يبقى نوع من انواع الدخل القومي. يعني احنا عندنا البرازيل الدخل القومي بتاعها دلوقتي 75% منهم من الرياضه، يعني ولاعبي كره القدم ليه؟ لان هم بيمتلكوا بالظبط كده، هم بيمتلكوا طاقات بشريه، ما عندهمش حاجه غير الطاقات البشريه دي يستفيد، والطاقات البشريه دي كل ثقافتها رايحه ناحيه الرياضه، فبيستغلوا هذا الجنب في تنميه الدخل العام للدوله. ارجع تاني لعمليه الاعداد النفسي للاعب، هي كمان القصه مش مواجهه الضغوط وبس ولا ثقافه وبس، ده كمان القصه كيفيه ان انا احول المشاعر اللي جوايا. احنا بنتكلم على سلوك وبنتكلم على تدريب عقلي وبنتكلم على اعداد نفسي، احول المشاعر بتاعتي. يعني انا هدي لحضرتك مثلا عشان يمكن الكلام ما يبقاش كلام اكاديمي صرف، في لاعب بيبقى في فرقتين بيتعادل فبيلعبوا وقت اضافي، فده بيبقى اوفر يعني مجهود زايد على اللاعبين، خلاص اللاعب بيبقى وصل لمرحله مش قادر يمشي فقد طاقته، بس اول ما بيجيب هدف ايه اللي بيحصل؟ شفتي كميه الحركه اللي بيعملها اللاعب بعد ما بيجيب الهدف؟ هو لسه قبلها يمكن بخمس دقايق ما قدرش يوصل انه يجيب الكوره، لانه استنفذ بدنيا، الطاقه بتاعته خلصت، انما حصل نوع من اعاده الشحن زي ما بيقول الدكتور محمد للاعب. ليه؟ الموتيفيشن بقى هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، الدوافع. هنا ازاي انا اقدر احول الدوافع بتاعتي من دوافع احباط انهزاميه بالظبط كده، من انهزاميه لدوافع اخرى تجدد فيا النشاط، تديني باور اكتر، كل ده بنعلمه له. هو ده علم النفس التطبيقي بقى. يعني هنا ده ازاي بنترجم نظريات الدافعيه في الاعداد النفسي، نستخدم نظريات الدفع. ايه اللي بيديني دافع؟ هو في مثل شهير جدا بنقوله دايما للطلبه بتوعنا لما نيجي نتكلم عن الموتيفيشن او نتكلم عن الدوافع، انت سهل قوي انك تاخد حصان توديه لغايه النهر، بس مش سهل تخليه يشرب لانه مش عطشان، ما عندوش دافع، مع ان دي دوافع اوليه يعني مش دوافع. ما بالك بقى من الدوافع الثانويه اللي احنا بنقول عليها، الانتماء، الحب، الفوز، هي اللي الدوافع اللي بتخلي بالظبط كده. فاحنا الحقيقه التطبيق عندنا في مجال علم النفس الرياضي يعني يعتبر عالي جدا جدا في الاستفاده او كيفيه الاستفاده من علم النفس التطبيقي في المجال الرياضي لو قدرنا، وده الحقيقه اللي احنا بنجري، احنا كمتخصصين بنجري ان احنا نستفيد بيه عشان نرتقي بالرياضه. كل الخطط التدريبية على مستوى جميع الفرق في كل بقت معروفة، يعني حضرتك تقدري تدخلي على النت دلوقتي تعرفي خطة التدريب، الأطفال بيحطوا الخطط دلوقتي بالظبط. الأطفال نفسهم بيعترضوا على يعني خطط أكبر المدربين ويقولوا لا ده خطة فاشلة، كان احنا المفروض مش عارف ايه يلعب بايه. وغير كده كمان احنا بنتكلم عليها كناحية علمية، بقى في دلوقتي حضرتك معروف الإعداد البدني عشان عايزة تعملي لاعب مثلا بتاع سلاح، الاعداد البدني البرنامج بتاعه يبقى موجود وثابت،
حتى لو في متغيرات في المقاييس الأسيمترية، في جهد اللاعب، في كل ده بيتعدل، كله ثابت، مهاري ثابت، خططي ثابت، بدني ثابت. انما اللي مش ثابت عندنا، المتغير اللي مش ثابت ايه؟ النفسي النفسي، والاجتماعي. هو المتغير النفسي ده نعم. المتغير في كله، هو ده بقى اللي بقى يتحكم دلوقتي في النتيجة. يبقى نرجع بقى ازاي نقدر نستخدم علم النفس الرياضي في التطبيق الفعلي، وده اهم عامل عندنا دلوقتي اللي احنا بنحاول نركز عليه قوي. المعوقات اللي بتقابلكم يا دكتور محمد في هذا المجال، انتوا بتاخدوا الطلبة يعني مروا بمراحل تعليمية واجتماعية ونفسية يعني مختلفة، ازاي اقدر احدد ان الطالب ده هيبقى ناجح معايا في التطبيق العملي للي انا بقوله، والطالب ده في مضادات طبيعية ممارسة النفسية الإيجابية، بتقدر تعرفها يا دكتور محمد وبتحددها؟ طبعا احنا عندنا هنا في تحديات بالنسبة على المستوى الأكاديمي، وبالنسبة للمستوى الرياضي، وبالنسبة للمستوى الجماهيري. فاحنا مثلا عندنا في تحديات في الرياضة المدرسية وصولها للرياضة الجامعية كمان، تمام، مش بس كلية التربية الرياضية، وكل الكليات واللي بتصب عندنا في الدورات الجامعات المصرية، الدورة الرياضية للجامعات المصرية، واللي بتأهل بعد كده لدورة بطولة العالم للجامعات المصرية. فالرياضة المدرسية هي دي اللي بتصب عندنا في الرياضة الجماعية. في تحديات في الممارسة، فعدد الممارسين هنا بيبقوا قليلين، فنتمنى زي ما قال دكتور مختار ان لو احنا فتحنا الموضوع ان في عدد رياضيين كتير بيدخلوا الكلية، فده بيبقى هو احنا شكلنا هنا الاتيتيود بتاعه، الاتجاهات بتاعته، ان انا عاوز كليه التربيه الرياضيه دي، عاوز اكمل فيها، ما بقاش انا داخلها هنا كمجموعه وخلاص، لا مش داخلها كده هو ككليه، لا انا هنا فرقت معايا ان انا ادخل اقدر اكمل فيها، لان الدراسه كمان بتاعتنا دراسه نظريه في الاول، فيها علوم كتير جدا جدا، وتشعبت علوم التربيه الرياضيه وبقت موضوع في تنظير عالي جدا جدا، وبيتجه كمان لمجال تطبيقي، وبيبتدي الاولاد في كليه التربيه الرياضيه بينزلوا مدارس، بينزلوا انديه، بينزلوا ادارات مختلفه، فيبتدي هنا بيتم اعدادهم اعداد جيد جدا جدا. ولكن احنا هنا بنلاقي ان في تحديات بالنسبه للمجتمع. احنا هنا كاخصائي نفس رياضي بنامل ان هو وجوده داخل الفرق الرياضيه، وبدانا بعض الندوات داخل الاتحادات الرياضيه ومراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضه ومجلس اعلى الشباب والرياضه لتدعيم فكره اخصائي النفس الرياضي. فدي من ضمن التحديات الاساسيه اللي بتواجه مجال علم النفس الرياضي، والاعتراف بيه كمجال مهم جدا ما يقومش بيه فقط المدرب، ولكن بيقوم فيه بالرغم ان درسه المتخصص، يعني مفترض ان هو لو متخصص هيبقى درسه، ولكن يقع على عاتقه هنا الاهتمام بالناحيه المهاريه والناحيه البدنيه الخاصه باللاعب، لان المفروض علشان اوصل للاعب عالمي دولي اولمبي يبقى أنا لازم في فريق حوالين اللاعب ده، التغذيه بتاعت اللاعب ده مين اللي بيأثر عليها، يبقى في اخصائي تغذيه، في حد بتاع علاج طبيعي، في شد عضلي، طب شد على شد بيجيب مزق، طب ممكن تحصل اصابه، يبقى انا في اخصائي علاج طبيعي، اخصائي نفسي رياضي، في اخصائي تقويم وقياس بتابع هنا الفايل ريبورت بتاع اللاعب كامل من بدايته، المهارات النفسيه بتاعت اللاعب ده، وايه الاخفاقات اللي بتحصل ليه، وايه خبرات الفشل اللي بتحدث، واقدر انميها ازاي. فهي تحديات ان لازم يكون في فريق كامل حوالين اللاعب. طيب الاستشفاء بتاع اللاعب كمان، انا اللاعب ده لازم علشان اوصل بيه عالميا، اوصل بيه المستويات العاليه، اللاعب ده هنام امتى؟ يعني اذكر في لاعب كبير اسمه ايان ثورب، اللاعب ده بتاع سباحه، بيقول عند اعتزاله الان استطيع ان ارى العالم بعد 9 مساء. يعني شوف لدرجة ايه منظومة متكاملة طبعا. بتحكم حياته عشان يصل لدرجة طبعا. التفوق المطلوب. لكن احنا عندنا هنا في ضغوط من الدراسة. الدراسة انا ما فيش اعتراف، يعني انا بدرس وفي نفس الوقت في ثانوية عامة، مع ضغوط الثانوية عامة وبتهرب مننا ساعات، بنكسب بره مصر في الناشئين بنوصل لمستوى عالي جدا جدا، واجي هنا سنوات الثانوية العامة بتوقع المستوى، اجي ارجع تاني في الدراسة الجامعية الموضوع ما بيبقاش ماشي بسيمترية معينة، فهنا محتاج توجه عالي جدا جدا. بدأنا هنا في مدارس الموهوبين ومدارس الرياضية والاهتمام الرياضي، بس ولكن مش بالقدر الكافي، عاوز تكثيف، مش بالقدر الكافي، احنا 90 اهتمام. مليون. دكتور مختار، نقطة التحول اللي تحب تشوفها في هذا المجال
شفتها في الخارج وتحب انها تتطبق عندنا في مصر. او الحقيقه الحته دي مهمه قوي، يا ريت يا ريت اذا كان في، طبعا احنا علينا عيب كبير في نقطه التحول ده هنقوله برضه، بس خلينا الاول نقول احنا عايزين اول نقطه تحول في المجال علم النفس الرياضي وفي المجال الرياضي عموما، ان يبقى في حاجه اسمها اخصائي نفس رياضي في تشكيل كل الفرق. ده عالميا موجود عندنا في مصر، بدأنا بس بخطوات بطيئة جدا، ان يبقى في مدير فني، في مدرب عام، في مساعد مدرب، في بتاع علاج طبيعي، بس خلاص هو ده التشكيل بتاع الفيلم. لا احنا عايزين نزود له اخصائي نفسي. نفسي هذه النقطة وهنشوف نفسي النتيجة. رياضي طبعا متخصص، لان هو الفرق ما بين طبيب النفسي والاخصائي النفسي حاجة كبيرة، حاجة كبيرة خالص خالص. نعم. يعني لو حابة نوضحها نبقى نوضحها في مجال آخر. جميل. النقطة التحول الثانية الدراسة الأكاديمية في كليات التربية الرياضية. نعم. الدراسة الأكاديمية لازم تتغير المناهج بتاعتنا بما يتوازى مع سوق العمل. احنا محتاجين ايه؟ يعني في برامج معينة للأخصائي النفسي، انا لما كنت في انجلترا في جامعة نيوكاسل لقيت ان هو فرع في جامعة نيوكاسل بيدرس ايه؟ في السمارت ميديسين، في الطب الرياضي. نعم. بيدرس ايه أهمية الأخصائي النفسي، او ازاي او عد أخصائي نفسي. فدي برضو عايزينها كنقطة تحول تبقى في المجال بتاعنا. الآخر حاجة هتكلم فيها في نقطة التحول الحقيقة، إن الاعتراف أو تغيير ثقافة المجتمع أو وجهة نظر المجتمع لخريج التربية الرياضية أو لهذا المجال عموما وفوائده. جميل. ولممارسي الرياضة بوجه هام في مصر، لأن هم يعني فئة هامة جدا ممكن تغير شكل مصر عالميا للأفضل بمشيئة الله. إن شاء الله. الأستاذ الدكتور مختار أمين عبد الغني، أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، شرفت بوجود حضرتك معايا النهاردة. دكتور محمد إبراهيم محمد، مدرس علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف والأخصائي النفسي للفرقة الرياضية، أشكر وجود حضرتك معايا النهاردة. شكرا جدا. ونتمنى كل التوفيق في المجال الرياضي المصري بمشيئة الله. شكرا. أشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطة تحول. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.